المشاهدين مشاهدينا الكرام مرحبا بكم لمشاهدة حلقة جديدة من برنامج الحوار على الأرض العربي اليوم يشرفنا جدا أن نستضيف الدكتور خالد عبد الرئيلا أستاذ العلوم السياسي في جامعة بغداد لنتحدث اليوم عن الوضع السياسي في العراق وأيضا الأزمة السياسية في قطر الدكتور مرحبا بكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم دكتور الاول حول الازمه الدبلوماسيه بين السعوديه والامارات وغيرها من الدول مع قطر مؤخرا، تعتقد ما هي المشاكل الرئيسيه القائمه بينها مما ادى الى قطع علاقاتها مع قطر؟ يعني بالتاكيد الازمه الخليجيه هي ليست وليده اللحظه. كانت هنالك مشاكل واضحه في اطار السياسات القطريه التي تتقاطع مع سياسه السعوديه والامارات والبحرين. دول الخليج اليوم هي ليست ننظر اليها بانها دول متماسكه متواحده في اطار سياساتها وفي اطار الملفات الاقليميه الموجوده التي تعصف بمنطقه الشرق الاوسط. بدليل ما يحدث في في العراق وسوريا ليس هنالك اتفاق متوازي يجمع كل الدول السته الخليجيه. اليوم عندما نتحدث عن هذا الخلاف فهو ليست وليدة اللحظه كما اشرت. الخلافات منذ اكثر من عامين كانت هنالك قطع للعلاقات من قبل السعوديه والامارات والبحرين بعد ذلك كانت هنالك وساطه كويتيه واليوم نفس العمليه ايضا وساطه كويتيه يتحدثون عن الحديث عن توافقات جديده في اطار ان لا يكون هنالك استشعار او تدخلات من قبل دول اقليميه او دول عظمى في داخل البيت الخليجي وهذا ما اشار اليه حتى وزير الخارجية الكويتي ووزير الخارجية القطري الذي التقى بوزير الخارجية الروسي لافروف وتحدث عن هذا الأمر قال بأن الأزمة الخليجية سوف تحل في داخل البيت نحترم هذه الوساطات وهذه إشارة واضحة بأنهم يسعون إلى أن يكون هناك تنسيق في المواقف أنا أتوقع الأمر الأخير الذي عقد في الرياض برعاية المملكة العربية السعودية وبمظلة أمريكية للعالم العربي والإسلامي فيما يتعلق بمحاربة الأرهاب والتطرف هو الذي ابدى او هو الذي اعطى مؤشر لوجود هذه الخلافات بدليل كان هنالك لقاء منفرد بين السيسي وبين الرئيس الامريكي ترامب وكان هنالك ايضا لقاء منفرد بين امير قطر تميم و ايضا ترامب وهذا يدل بان هناك كانت خلافات مساله محاربه الارهاب ومساله محاربه مغذيات الارهاب هو الذي كان جوهر يعني القمه العربيه الاسلاميه للولايات المتحده الامريكيه لتاسيس ما يسمى بالناتو عندما رفض قطر مبدا يعني تقديم المساعدات الماليه وايضا التدخليه في المنطقه اليوم بعد مسؤول من قبل دول الخليج ان تحاول ان ترجع قطر الى الصف الخليجي الذي كان دائماً يحاولون أن يقولوا له الإمارات والبحرين والمملكة السعودية دائماً كانوا يتحدثون بأن نحن لا نريد أن يعني نسقط النظام في قطر نحن لا نريد أن نغير النظام في قطر نحن نريد أن ترجع قطر إلى الصف الخليجي وهذا استشعار واضح. مسألة اليوم خلع الثوب عن الإرهاب من قبل السعودية وإعطاه لقطر في إطار هذه المرحلة أيضا هو محاولة أيضا لإبعاد المملكة العربية السعودية عن أيضا اتهامها بالإرهاب وبدليل حتى القوام التي أصدرتها البلدان الأربعة سواء كانت الخليجية أو المصرية فيما يتعلق 59 شخصية فيما يتعلق أكثر من 10 منظمات تم إدخالها في إطار قوام الإرهاب بمعنى ان هذه الازمه اذا لم يكن هنالك مراجعه لكل هذه السياسات وتوحيد الرؤى فبالتاكيد قد لا تتحول الى ازمه بسيطه، قد تتحول الى مواجهه وهذا ما يدخل اليوم في اطار الترتيبات والوساطات التي تبحث عن بعض الخيارات والبدائل لعوده لا لا نقول عوده العلاقات لترتيب العلاقات مره ثانيه بين قطر والدول الاربعه التي هي بدات في اطار مقاطعه قطر. سياسيا واقتصاديا وبريا وجويا في كل المستويات. دكتور وفقا لتقارير الاعلاميه الدوليه اعترف رئيس أمريكي ترامب بانه ساعد في تخطيط الازمه الدبلوماسيه مع قطر وذلك خلال زيارته للسعوديه في مايو الماضي فكيف تفهم هذا الشان؟ لا لا انا اختلف مع هذه الوجهه لان الرئيس الامريكي ترامب هو تحدث في بدايات الازمه بان على دول الخليج وحتى وزير الخارجيه ريكسترسون تحدث عن على دول الخليج ان تبحث على الهدوء فيما بينها في طرح الازمه ولكن بعد يوم او يومين من الازمه تحدث الرئيس ترامب بوضوح وقال على قطر ان ان توقف مساله مساعدتها وتقديمها ودعمها للارهاب وبالتاكيد هذا يعني نقله نوعيه بان المملكه العربيه السعوديه والامارات مع البحرين مع مصر تاتي في اطار الصف الذي تدعمه الولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق بالجانب القطري، بمعنى ان اليوم الولايات المتحده الامريكيه لا تبحث عن وساطه ولا تبحث عن بديل في اطار علاقاتها مع قطر بقدر ما تبحث عن محاور اقليميه جديده ادخلت في اطار اصطفافات لمواجهة الإرهاب وأيضاً لمواجهة إيران بحجة محاربه الارهاب، وعندما خرجت قطر عن هذا الاصطفاف اليوم جاء ترامب وتحدث بان قطر هي كانت داعمه للارهاب، ومول للارهاب، اليوم هنالك تقارير امريكيه بعض الوكالات الامريكيه ومراكز التفكير في الولايات المتحده الامريكيه اخذوا يتحدثون عن المال القطري الذي ذهب الى تونس، الذي اخذ يقدم الرشاة الى بعض الضباط، ذهب الى ليبيا، عمل ما عمله وبالتاكيد هذا يدخل في اطار اليوم ليس التهدئه بقدر ما هو قد يكون التصعيد. دكتور نعرف أن القوات قادت جهود الوساطة بين قطر وعدد من دول الخليج في الأزمة الدبلوماسية فتعتقد بأنها ستحقق نتائج إيجابية شوفي دائما اليوم الوساطات التي تدخل في إطار حل هذه الأزمة هي وساطات يعني تخشى مسألة ما يحدث على قطر قد يندرج عليها وبالتأكيد عندما نتحدث عن تركيا تركيا اليوم بعد إعلان الدول الأربعة مقاطعتها لقطر والحديث عن أن يكون محاولة مراجعة سياسة القفات الأقليمية الموجودة وأن تتوحد فيها الرؤية الدول الخليجية والأقليمية وخصوصا هنا الدور المصري نجد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد مصادقة البرلمان على اتفاقية أمنية وعسكرية وافق على أرسال خمسة آلاف تركي الى الى قطر وكان يتحدث عن ان هنالك تعاون امني وعسكري ولوجستي بين تركيا وقطر لان قطر هي تدعم الاخوان وتركيا تدعم الاخوان فاذا لم يكن هنالك توحيد وتدسير للعلاقه بين قطر وتركيا فهذا يعني بعد الانتهاء من قطر سوف يكون هنالك اتجاه لتركيا وهذا ما يدخل اليوم في اطار حديث حتى رئيس الوزراء التركي علي بن يردلم عندما كان يقول أجواء شهر رمضان المبارك وأن نحل هذه الأزمة قبل نهاية هذا الشهر وهذه أيضا رسالة تركية للمملكة العربية السعودية لأن يكون هنالك مراجعة أيضا للسياسات الخليجية سواء كان الإماراتية أو البحرانية أيضا في إطار حرب اليمن في إطار دعم بعض الفصائل في سوريا وايضا التدخلات في بعض الملفات الاقليميه في المنطقه سواء كان في القضيه الفلسطينيه في اتهام حماس او فيما يتعلق حتى الحاله العراقيه وكيف ترى دور العراق خلال الازمه وجهود الوساطه يعني نتوقع الدور العراقي قد يكون دور بعيد عن الواقع العملي لان اليوم نتحدث عن وساطه خليجيه يعني تقودها الكويت وهذه هي من مؤشرات بان عملية تحسين وترتيب السياسات الخليجيه ليست تقوم بها دوله خارج البيت الخليجي وهذا ما جرت اليه العاده في الكثير من الخلافات سواء كانت الحرب القطريه السعوديه في تسعينيات القرن الماضي ايضا كانت بوساطه عمانيه او ما او بوساطه كويتيه بمعنى ان الذي يريد ان يرتب الاوراق السياسيه في داخل البيت الخليجي لا يسمح لاي شخص يقوم بهذه الوساطة وقد تكون الوساطة الأمريكية أو الأمريكية هي اللاعب القوي في إطار هذه المرحلة صحيح أن هنالك وساطة كويتية حاضرة وقد لك ولكن أنا باعتقادي تصريح ترامب أعطى قوة اليوم للدول الأربعة اللي هي المملكة العربية السعودية الإمارات البحرين وأيضا مصر فيما يتعلق مواجهتها مع قطر وقطر العلاقات الدبلوماسيه والتصعيد الاعلامي والسياسي والاقتصادي بمعنى ان الوساطات التي تاتي من خارج الفضاء الخليجي لا نقول انها غير مرحب بها ولكن سوف لا يكون هنالك يعني تهيئه للاجواء ولا يكون هنالك تقبل لها صحيح ان الكثير من الدول بلدان العالم طرحت الوساطه وطرحت الحال الجلوس الى طاوله الحوار لمناقشه هذه السياسات ولكن الحديث عن هذه الوساطة أنا أتوقع بأن الوساطة الخليجية أو الوساطة الكويتية هي الوساطة التي سوف تعمل على تهيئة الظروف الملائمة لجلوس الأطراف لأن أمير الكويت ذهب مباشرة إلى المملكة العربية السعودية التقى في جدة الملك السعودي التقى ولي ولي العهد تم الحديث عن مطالبة أيضا أمير الكويت الأمير تميم بعدم خروجه بخطاب أو تصريح للشعب القطري لتشنج وتبادل الاتهامات المتبادلة أنا أتوقع اليوم الاتهامات المتبادلة في الجنبة السياسية وفي الجنبة الإعلامية أكثر من الجنبة الرسمية بمعنى التصريحات الرسمية التي تصدر من قادة الصف الأول سواء كان من الأمير أو من قبل الملك السعودي. في في تأسيسها على اقتصاد الإقليمي وأيضا وضع مكافحة الإرهاب في المنطقة. أول شيء عندما نتكلم عن دول الخليج فعدم استقرار هذه المنطقة يعني عدم استقرار العالم برمته، لأن إمدادات النفط والطاقة والغاز تأتي من هذه الدول، يعني نسبة 4 إلى 6% يعني نسبة كبيرة جدا في إطار هذا الأمر من التجارة العالمية، لا نقل عملية يعني 6 الى 4 الى 6% من من التجاره العالميه بما فيها النفط والغاز التي تشكل اكثر من نصف يعني احتياجات العالم بالتاكيد عندما نتحدث عن هذا هذا الامر بمعنى ان هنالك خطوره لذلك هنالك استشعار اليوم من قبل البلدان زياره ترامب الاخيره هو جاء يقول بان دول الخليج متوحده ولكن ما حدث في اطار تصريح الامير القطري خرج او غرد خارج الصرب وبالتاكيد يعني احرج الرئيس الامريكي واحرج دول الخليج السته. كان الزياره تتحدث عن الارهاب والتطرف وتتحدث عن ايران يعني تاسيس جبهه جديده لمحاربه ايران. اليوم عندما نتحدث عن هذا الامر الامر تغير بمعنى ان البيت الخارجي غير متماسك فبالتاكيد الحديث عن محاربه ايران او او تاسيس حلف لمحاربه ايران هو غير مهيئ في اطار الوقت الحاضر وبالتاكيد هذا ايضا قد يربك الاوضاع. ثالثا عندما نتحدث ايضا عن الجنبه الاقتصاديه كل دول الخليج هي مرتبطه بعلاقات تجاريه اذا تحدثنا عن ايران مرتبطه بعلاقات تجاريه مع ايران يعني فقط الامارات نسبه التبادل التجاري بين بين ايران وبين الامارات العربيه المتحده 4 على 6 مليار نفس دول الخليج الكويت استقبلت الرئيس الايراني الشيخ روحاني وبالتاكيد تبحث عن ترطيب الاجواء بين المملكه العربيه السعوديه وبين ايران، ايضا العلاقه الاستراتيجيه البحث عن علاقه استراتيجيه بين دول الخليج هي علاقه مصيريه، بمعنى انها كل دوله من الدول تبحث عن مصالحها الاستراتيجيه، ولكن لا يعني بانها دول هي غير مكتفيه ذاتيا، بدليل اليوم المقاطعه الاقتصاديه على قطر اضرت على المستوى الغذائي للسكان القطريين الامر الذي دفع ايران على سبيل المثال وتركيا وقطر الى البحث عن واردات غذائيه تاتي ليس من الدول الخليجيه وانما ياتي الامن الغذائي من ايران وياتي من تركيا. فدكتور كيف تقدر على سياسات الرئيس الامريكي ترامب في شكل اسد؟ اول شيء زياره ترامب للمنطقه للمنطقه عقدت المنطقه اكثر مما تضع لها حلول. ودليل على ذلك عندما زار السعودية وخرج من السعودية إلى إسرائيل وعندما رجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية حصلت جملة من المشاكل منها اليوم الأزمة بين السعودية وقطر المجموعة الرباعية أنصح لنا التعبير منها ما يتعلق أيضا بالقضية الفلسطينية منها ما يتعلق أيضا باجتماع يعني الدول الصناعية السبعة في إيطاليا منها ما يتعلق بقمة حلف النوتو بمعنى أنها أربكت المشهد الاقليمي والدولي في اطار السياسات الامريكيه الجديده، الرئيس يتحدث بعنجاهيه بعنجهيه ويتحدث برؤيه جديده، هذه الرؤيه الجديده هي تختلف بشكل واضح وفق يعني المحددات والادراكات الجديده. عندما نتحدث على سبيل المثال مع حلف الناتو نجد بان ترامب تحدث. بوضوح وقال يجب على الدول التي لا تدفع التزامتها في حلف الناتو أن تعيد مسألة دفع المبالغ المحددة لها وإذا أراد حلف الناتو أن يصبح حلف ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية فيجب أن يدعم خطة الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب بعد ذلك نجد تصريح الناتو بأن الناتو سوف يندرج في التحالف الدولي ولكن سوف يقدم مساعدات ولكن ليست مساعدات قتالية وهذا هي رؤية الانفرادية الجديدة التي اتبعها ترامب عندما نتحدث عن القمة الصناعية السابعة للدول الصناعية السبعة. ايضا نجد بان ترامب ايضا وضح استراتيجيه الولايات المتحده الامريكيه وتنصل عن اتفاقيه المناخ باريس وهذه ايضا اشكاليه عقدت الازمه بين امريكا ودول الاتحاد الاوروبي لان الولايات المتحده هي يعني الدوله رقم واحد في اطار انبعاثات الغاز الكربونيه في وتاثيرها على على الاوزان وعلى المناخ في اطار التغيرات المناخيه. عندما نتحدث عن منطقه الخليج وزيارته الى منطقه الخليج فاثر على ايضا ظهور الخلافات بشكل واضح بين قطر وبين الدول الرباعيه، وعندما نتحدث عن القضيه الفلسطينيه ايضا لم يكن هنالك طرح لمبادره جديده في اطار هذه المرحله سوى قال بأن مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس نراءات التي يجب أن نهيئ كل الظروف لذلك قام بإصدار مرسوم هذا المرسوم يعطي يعني تمديد لبقاء السفارة لستة أشهر وهذا عندما نستقرأ اليوم سياسات ترامب في المنطقة بمعنى أو أو نقيمها أنصحنا للتعبير نجد بأن هذه الزيارة جاءت بالفائدة لأن ترامب استطاع أن ينفذ كل ما وعد فيه في إطار حملته الانتخابية. في وصوله الى البيت الابيض كرئيس وتحقيق شعاره لنعمل من اجل مجد امريكا لنعمل من اجل صيانه البنى التحتيه في الولايات المتحده الامريكيه لنجعل من اجل امريكا رقم واحد هذا ما ما تم ملاحظته اليوم في كل الملفات اليوم التي عصفت فيها او تعصف في منطقه الشرق الاوسط بمعنى ان المصلحه الامريكيه هي مصلحه رقم واحد في اطار هذا الامر وهذا يعني عودة التفرد الأمريكي إلى ما كان موجود سابقا في عهد الإدارة الأمريكية الجمهورية السابقة في وقت الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن أعلن إقليم كردستان مؤخرا عن تحديد اليوم الخامس والعشرين من سبتمبر قاتل موعد إجراء استفتاء في الإقليم والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم فكيف ترى هذا القرار وإنه شرعي أم لا؟ أول شيء عندما نتكلم عن إقليم كردستان ومحاولة أن ينفذ سياسة القوة في إطار هذه المرحلة وعندنا لدينا اليوم محاربة الإرهاب وتنظيم داعش ولم لحد هذه اللحظة لم نستكمل كل الأراضي العراقية عندنا اليوم معركه في تل ومعركه خطيره جدا فيها صفافات اقليميه وفيها اشتراطات عندنا معركه الحويجه عندنا مناطق عالي الفرات والتكيل عندنا الحدود العراقيه السوريه فضلا عن مساله اليوم قد لن على داعش عسكريا ولكن مغذيات تنظيم داعش السياسيه والاقتصاديه والفكريه والعقائديه والدينية ما زالت موجودة بدليل التفجيرات التي تضرب بغداد وبعض المحافظات بين الحين والآخر هو خير دليل على ذلك هذا واحد ثانيا اليوم السيد مسعود برزاني زعيم الحزب الديمقراطي وجد بان تصحيح مسار العمليه السياسيه في داخل اقليم كردستان يعني خروجه من هذه المعادله بدليل كتله التغيير التي كانت هي الطرف القوي في داخل اقليم كردستان لم تحضر هذا الاجتماع الذي دعا اليه السيد مسعود برزاني وايضا الجماعه الاسلاميه ايضا لم تحضر بمعنى ان تلك الكيانات الحزبيه الجديده ارادت ان تقول لمسعود برزاني انك ليس رئيس اقليم كردستان وانك ليست مخول ان تتحدث باسم الشعب الكردي طالما ان انك قد صادرت الديمقراطيه عبر حل السلطه التشريعيه عبر عدم اعطاء مجال لرئيس اقليم كردستان رئيس برلمان كردستان من كتله التغيير ان يدخل الى محافظه ابير عبر تعطيل السلطه التشريعيه عبر عدم تنفيذ يعني سياسات عقلانيه في اطار محاربه الفساد والاداري كل هذه الامور هي التي اليوم تمثل ارهاصات كبيره جدا في داخل بيت اقليم كردستان لا ننسى بان قد يكون ايضا هنالك استشعار واضح بان الحزب الديمقراطي قبل العمليه الانتخابيه ومداغره يعني احساس الاكراد فيما يتعلق بحق تقرير المصير، لاننا عندما نتكلم عن حق تقرير المصير في كل الاحزاب التي ذكرتها سواء الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني، كتله التغيير، الجماعه الاسلاميه، الاتحاد الاسلامي، الاحزاب الشيوعيه الموجوده في اقليم كردستان كلها في ديباجيتها في برامجها تتحدث عن حق تقرير المصير ولكن هذا الحق لم يعني يتم تهيئه الظروف له الملائمه والمناسبه هذا واحد ثانيا الكل يتحدث اليوم عن ان هذه الخطوه التي دعا عليها السيد مسعود البرزاني هي خطوه دستوريه وقانونيه ولكن عندما نتحدث عن الدستور نتحدث عن الماده 140 والماده 140 تتحدث عن ثلاثه اليات تنفيذيه هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء وعندما نتحدث عن تطبيع في اوضاع مربكه في مناطق متنازع عليها فيها اليوم حاجه الى عدد الاعمار وعوده النازحين لكي لا يكون هنالك تغير ديموغرافي، كيف ان نجري هذا الاستفتاء اذا لم يكن هنالك تطبيع واحصاء؟ ثانيا الاحصاء من سلطات الحكومه الاتحاديه وفق دستور 2005 الدائم الماده 110 من صلاحيات الحكومه الاتحاديه والحكومه الاتحاديه لا تستطيع ان تجري هذا الاحصاء السكاني لاننا اليوم نتحدث عن عدم وجود السكان الحقيقيين في مناطقهم بسبب تنظيم داعش الارهابي وحتى اذا عادوا فانهم قد لا يعودوا بشكل واسع وكثيف بسبب عدم وجود البنى التحتيه وهذا يستلزم الاعمار والبناء والاستقرار وهذا ما تحدث عن السيد العبادي في اطار استقباله عدد من فصائل الحج الشعبي او قاده الحج الشعبي. الناحيه الثالثه اللي هو الاستفتاء عندما نمر بهذه الاليتين السابقتين اللي هي ما يتعلق بالتطبيع والاحصاء فيكون في هنالك استفتاء بمعنى ان الظروف مهيئه الناس عادوا الى مناطقهم ليس هنالك تغير ديموغرافي الامن والاستقرار موجود البنى التحتيه كل كل الامور مناسبه بالتاكيد هذا يعني بان التنسيق والتعاون يكون بين الحكومه الاتحاديه وما بين اقليم كردستان، اما اليوم ان تخرج بسبب المشاكل بينك وبين الحكومه الاتحاديه فيما يتعلق بقانون النفط والغاز، فيما يتعلق بعمليات تصدير النفط، فيما يتعلق برواتب اقليم كردستان، فيما يتعلق بنسبه 17%، هذه مشاكل هي مشاكل تدخل في اطار اليوم الجنبه السياسيه. مساله الاستفتاء ومساله حق تقرير المصير هي مساله تدخل في اطار الماده الاولى من الدستور التي تتحدث من العراق دوله اتحاديه فيدراليه وهذه الدوله الاتحاديه الفدراليه هي ليست كونفدراليه بمعنى ان اقليم كردستان الخروج من العراق يعني دخول العراق في حرب بين الحكومه الاتحاديه واقليم كردستان فضلا عن المخاوف هاي اليوم بدنا نتحدث اليوم عن المشاكل الداخليه المخاوف إقليمية الاتراك رفضوا هذا الجانب ايران رفضت هذا الجانب، الولايات المتحده الامريكيه صرحت عن طريق الخارجيه الامريكيه بانها ظروف محاربه تنظيم داعش يستلزم وحده وسلامه واستقرار العراق. اليوم حتى الدول الاقليميه تجد بان استقلال الدوله الكرديه او لان الدوله الكرديه يعني تقسيم المنطقه، يعني تقسيم سوريا، يعني تقسيم آآ آآ لبنان، يعني تقسيم اليمن يعني تقسيم ليبيا يعني تقسيم المنطقه منطقه الشرق الاوسط وهذا يعني ندخل في اطار مشروع بايدن سيء الصيت وهذه هي مشكله كبيره جدا في اطار هذه المعادله. الولايات المتحده الامريكيه وفق هذه الاليات نجدها تاره تدعم قوات البيشمركه تدعم السياسه السيد مسعود بارزاني ولكن في بعض يعني الاوقات عندما يتم الحديث عن اعلان كردستان لتحديد يوم 25 سبتمبر للاستفتاء ومن ثم 6 تشرين الثاني نوفمبر للانتخابات المحليه والانتخابات البرلمانيه في داخل اقليم كردستان، هذا يعني بان الولايات المتحده الامريكيه اليوم تريد ان تضغط ايضا على بغداد في اطار السياسات اليوم الموجوده في المنطقه وقت وتقصد الولايات المتحده هنا العلاقات العراقيه الايرانيه لان هنالك تشنج في اطار العلاقات الامريكيه بعد وصول ترامب والعلاقات الايرانيه، فضلا ان اليوم الولايات المتحده الامريكيه في سوريا تريد انشاء ما يسمى بالبلوكات الامنه الكرديه وهذا ما 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 يعني اعطى نسق كبير جدا للاتراك ان يعترضوا عندما يتحدثون عن قوات سوريا الديمقراطيه ما يسمى ما تسمى قسد ودعمها من قبل الولايات المتحده الامريكيه، واليوم نتحدث عن معركه الرقه وايضا الرفض التركي لان وجود البيئه الامنه في شمال سوريا يعني هنالك بيئه امنه امريكيه جديده في في العراق، وهذه هي معادله صعبه جدا، وفق اليوم يعني محاور جديده دخلت الى المنطقه واقصد هنا الدور الروسي. دكتور لماذا في يوم خمسة وعشرين من سبتمبر هل توجد الاسباب الخاصه وراءه؟ لا انا اتوقع تحديد هذا اليوم يتناغم مع تحديد السيد العبادي يوم 16 سبتمبر بدء لانتخابات مجالس المحافظات. وبالتاكيد هذا يعني عمل المفوضيه العراقيه لتهيئه كل الامور على مستوى المحافظات التي لم تنتظم باقليم او المحافظات في اقليم كردستان المنتظمه باقليم، هذا ناحيه. الناحيه الثانيه هل اليوم نستطيع ان نقول في اليوم وضع عراقي مربك مفوضيه انتخابات ومساله استجواب المفوضيه ومساله قانون المفوضيه وقانون الانتخابات، هل من المعقول اليوم الحكومه الاتحاديه سوف تستطيع ان تجري الانتخابات؟ مجالس المحافظات في يوم 16 سبتمبر وهي المده التي سوف تنتهي الولايه القانونيه للمفوضيه وهل يستطيع اقليم كردستان ان يجري الانتخابات في اطار مفوضيه غير مشرف عليها من قبل المفوضيه الاتحاديه؟ هذه هي مشكله هذا واحد. ثانيا اليوم عندما خرجت التصريحات التركيه والتصريحات الايرانيه في رفض الاستفتاء وتحديد الاستفتاء في 25 سبتمبر اليوم بعض السياسيين في اقليم كردستان اخذوا يطالبون بالحمايه الدوليه وكانما تركيا اليوم تريد تغزي وايران تريد تغزي، زين اين الحكومه الاتحاديه؟ هل ان هنالك استشعار بان اليوم مرحله ما بعد داعش هي مرحله التقسيم مرحله نتحدث عن الاقاليم، صحيح الدستور العراقي تحدث عن الاقاليم ولكن عندما نتحدث عن تغييرات ديمورافية خطيره فهذا يعني تقسيم العراق. إذا أقيم استفتاء في الموعد المحدد فأتعتقد بأنه سيتحقق الإنفصال في نهاية المطاف. السؤال الذي سوف يطرح هل أنت دؤي يعني هل أنت استقلال كردستان نعم أو لا؟ أنا بإعتقادي القادة الكرد منقسمون حول هذا المعنى. البعض يقول بأنه هو ليس استقلال. هو ورقة تفاوضية للوفد المفاوض الذي سوف يأتي من الحكومة الاتحادية لكي ياتي بقوه ويتفاوض عن بعض الملفات وهذه هي الحقيقه يعني هنا نتحدث عن مراوغه الساسه الاتراك في اكثر من مرحله في اكثر من مناسبه كانوا يتحدثون عن هذه الرغبه ولكن عندما نتحدث اليوم عن تحديد الموعد وعندما نتحدث عن السقف في اجراء هذا الموعد فهذا يعني ان المفاوض الكردي اذا تم الحديث عن اجراء هذا الاستفتاء سوف يأتي إلى بغداد بعنصر القوة ويقول لدي اليوم ورقة مفوضة من الشعب الكردي لكي يتفاوض لكي يتفاوض معكم في إطار فك الارتباط مع بغداد ونصبح جيران هذا واحد اثنين عندما نتحدث عن أطراف وكتل سياسية في إقليم كردستان وتقول من الذي أعطى الجهه التشريعيه والرسميه للحزب الديمقراطي او الاتحاد الوطني او الاتحاد الاسلامي او الاحزاب الشيوعيه او المسيحيين او التركمان ان يتحدثوا باسم شعب اقليم كردستان وهذه هي المعادله الصحيحه وبالتاكيد عندما نتحدث عن اجراء هذا الاستفتاء لنقول وعندما نتحدث عن حصول الموافقه بنعم نصف زائد واحد بمعنى ان الاطراف المعارضه في داخل اقليم كردستان لا تستطيع مواجهه الاحزاب الرئيسيه الكبيره التي كانت تنادي بالانفصال وهذا يعني قد يكون عوده مره ثانيه الى القوه والمركزيه من قبل الاحزاب الكبيره التي هي سيطرت على الكثير من المراكز الحساسه والمهمه في داخل اقليم كردستان واقصد هنا الاتحاد الوطني وايضا الحزب الديمقراطي الكردستاني فعندما ياتي الى بغداد ياتي بقوه لكي يتفاوض وقد يكون هذه هي الميزه الذي يريد ان يتبعها السيد مسعود برزاني او بعض القيادات في داخل الاتحاد الوطني ليقول نحن نمثل اقليم كردستان وهذا يدخل ايضا في اطار حتى المعادلات عندما نتحدث عن المصالح المجتمعيه وهو مشروع حكومي نجد بان الاطراف اليوم توقفت على هذا المشروع لانها لا تستطيع ان تتفاوض مع السنه ومن يمثل السنه مع الشيعة ومن يمثل الشيعة ومع الكرد ومن يمثل الكرد لانها لا تستطيع ان ان تخرج بموافقات حقيقيه لان اليوم في اوقات اخيره من عمر الحكومه والسلطه التشريعيه وبالتاكيد قد يتم الاتفاق والاشخاص التي تم الاتفاق معهم لم يصلوا إلى عتبة السلطة التشريعية ولم يشاركوا في الحكومة وبالتأكيد قد لا يكون هناك مصالح مجتمعية كل اليوم توقف هذه المسألة وبحث عن خيارات وبدائل ومنها أقليم كردستان عندما يأتي إلى التفاوض مع الحكومة الاتحادية في الملفات الشائكة أعتقد سوف يأتي بقوة بشكل واضح وسوف يعيد إنتاج نفسه مرة ثانية وقسن هنا الحزب الديمقراطي الكردستان دكتور شكرا جزيلا على تقديم هذه المعلومات على مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء